بعد موجة التظاهرات المعارضة لسياسات الحكومة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض التراجع ويؤكد أن حكومته تخطط للمضي قدما في إصلاح النظام القضائي في البلاد. وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة من كبار المسؤولين القانونيين، قال نتنياهو في اجتماع للحكومة إن الناخبين أدلوا بأصواتهم لدعم وعد بإصلاح نظام العدالة. فهل تشكل مواقف نتنياهو والمعارضة الحاصلة لها تحديا مبكرا له في حكومته؟ وكيف ينعكس ذلك على الملفات الملحة في البلاد؟ معنا الآن من القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو غانور. سيد غانور، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. على ما يبدو السيد نتنياهو ماضي في تنفيذ هذه التغييرات، هذه الإصلاحات بين قوسين التي أشار إليها والتي أحدثت ضجة هائلة، مظاهرات حاشدة شهدناها في اليومين الماضيين. الرئيس الإسرائيلي اليوم يتحدث عن مخاوف وعن مساعي وساطة ربما يقوم بها في الأيام القادمة. هل برأيك السيد نتنياهو ماضي بتنفيذ هذه الاقتراحات كما وضعها هو والحكومة الائتلافية لديه؟ أعتقد أن نتنياهو عقد العزم على المضي قدما في برنامج الإصلاح تطبيقا للوعود التي قطعها هو وأيضا سائر الأحزاب الائتلافية اليمينية والدينية التي الحليفة له في الحكومة الحالية التي قطعوها جميعا قبل الانتخابات، ولذلك يحاولون تطبيق هذه الإصلاحات بسرعة في الأيام الأولى من بدء النشاط ومهام الحكومة التي مضى عليها أسبوعين ونيف فقط. ولذلك هذه هي الضجة أو الصدمة التي تواجه الجمهور الإسرائيلي ككل ولا سيما أحزاب المعارضة. ما شاهدناه الليلة الماضية من مظاهرات هي بداية لسلسلة من المظاهرات ربما ستكون أسبوعية حتى يوم الانتخابات، ولكن يوم الانتخابات القادم سيتم بعد 4 سنوات. السؤال هو من سيرضخ أو من سيقول كلمته الأخيرة. أعتقد بأن نتنياهو كسياسي براغماتي واقعي والمفتاح هو بيده، في نهاية الأمر سيصل إلى قناعة بأنه يجب التجاوب مع المعارضة مع الحركات الشعبية وإيجاد قاسم مشترك لتفادي ما سمي فيه وتردد في الأيام الأخيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية وعلى لسان السياسيين الإسرائيليين حرب أهلية، عصيان مدني ونظام ديكتاتوري. كل هذا قد يردع نتنياهو في نهاية الأمر من خطته، وذلك نظرا لحفاظه وحرصه على مكانة إسرائيل الدولية. نعم، ولكن كيف سينعكس هذا سيد غانور على التحالف اليميني؟ يعني هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل كما سمعنا كثيرا من تعليقات في الآونة الأخيرة. كيف برأيك يمكن أن يوفق بين إرضاء المعارضة من جهة والحفاظ على هذا التحالف مع هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل اليوم؟ أعتقد أن نتنياهو يمنح الفرصة للشركاء في الائتلاف الحكومي الحالي أن يجربوا حظهم في لمواجهة الأمور وللوصول في نهاية الأمر إلى قناعة بأن هذا قد يؤدي إلى تعميق الشرخ الاجتماعي داخل الشعب الإسرائيلي وإلى أزمة دستورية خطيرة، وهذا ما يهدد هذا الوضع يهدد كيان إسرائيل. ونتنياهو أعتقد وأيضا الأحزاب الائتلافية لا تريد أن تسلم بمثل هذا الوضع، خاصة وأنها لا تريد أن تشارك أيضا فيما يسمى بخراب البيت الثالث، أي فناء دولة إسرائيل بسبب أزمات داخلية ومنافسات بين الشرائح
المختلفة. أعتقد في نهاية الأمر سيوجد السبيل الوسط والحل الوسط لإرضاء الكل وتجاوز هذه المحنة. اليوم انضم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الأصوات الكثيرة التي تحدثت في الأيام الماضية عن انهيار الدولة كما يعني تأسست عام 48. اليوم السيد هرتسوغ يتحدث عن أزمة دستورية تاريخية. هل هناك مبالغة في هذه الأقوال كما يقول البعض، أم أنها يعني تصف بالفعل ما هو آتي إذا طبقت هذه الإصلاحات بين قوسين؟ أعتقد بأن هناك أساس للاعتقاد بأن الرئيس هرتسوغ رئيس الدولة الإسرائيلي هو على حق، خاصة في ضوء المعطيات، خاصة في ضوء ردود الفعل الشعبية المختلفة، وأيضا في ضوء معطيات تقرير استطلاع أكاديمي نشر مساء اليوم من قبل المركز الديمقراطي، وهي مؤسسة أكاديمية عريقة، حيث قارنت الوضع الحالي في إسرائيل من حيث وجهة النظر الشعبية إزاء المؤسسات المختلفة وبالمقارنة مع ما كان قبل عقد من الزمن، ويتضح بأن الكنيسة قد انهبطت الثقة بها، انهبطت الثقة أيضا بالأحزاب الإسرائيلية، كما هو الحال أيضا بالثقة بالمحكمة العليا. ولكن مع ذلك المحكمة العليا تحافظ على مرتبة عالية من الثقة، لأنها تعتبر في نظر الجميع السد المنيع أمام السلطة التنفيذية في تعديل القوانين أو شطب القوانين، ولذلك هذه هي لب النزاع القائم. أعتقد بأن هذا هو أيضا عامل مؤثر لدى السياسيين، لدى رجال الفكر، وأيضا لدى عامة الشعب بالاقتناع بأن هناك خطر مصيري على كيان دولة إسرائيل. طيب سيد جانور، يائير لابيد الزعيم المعارض يعني اقترح إجراء استفتاء، لأنه هذه قضايا كما يقول لها علاقة بالنظام، نظام الدولة، هيكل الدولة، أسس الدولة. ما رأيك، هل يمكن لهذا الاقتراح أن يجد طريقه إلى التنفيذ؟ هل يمكن أن يقتنع السيد نتنياهو بأن هذه قضية بالفعل على درجة من الأهمية تتطلب استفتاء من هذا النوع؟ أولا، من حيث القانون الإسرائيلي لا يوجد نظام أو عامل يقترح ويعمل بموجبه موضوع استفتاء، ولذلك هذا غير وارد في الحسبان. زد على ذلك بأن نتنياهو اعتبر اليوم الانتخابات التي جرت قبل شهرين ونصف بأنها أكبر استفتاء، وحسب تعبيره أم الاستفتاءات، حيث قال الشعب كلمته، وأن جميع المشاريع الإصلاحات كانت ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب المختلفة، ولذلك هذا الموضوع كان أمام الناخب الإسرائيلي الذي قال بصورة صريحة كلمته، والنتيجة هي الائتلاف الحكومي الحالي. أعتقد بأن لغة الحوار وأيضا المساعي التي يبذلها رئيس الدولة من وراء الكواليس هي التي ستتمخض في نهاية الأمر بإيجاد طريق وسط لرأب الصدع بين مواقف الجميع. طيب باختصار سيد جانور، كما نعلم السيد نتنياهو ملاحق بتهم فساد، يعني يواجه محاكمات بتهم الفساد. البعض يقول من المنتقدين هذه التغييرات المقترحة تهدف فيما تهدف إلى إخراج السيد نتنياهو من هذا المأزق، وربما إنهاء هذه المحاكمة بشكل نهائي. هل هذا وارد برأيك؟ أعتقد بأن هذا هو بيت القصيد، وهذا هو الموضوع من وراء كل التحركات وكل ما نشهده. إذ الفصل الأول من برنامج الإصلاح القضائي هو تقليص قوى السلطة القضائية بصفة عامة، وتلميح وتحذير السلطة القضائية. زد على ذلك بأن هناك تلميحات
من قبل الليكود داخليا بأن الفصل الثاني من البرنامج أو من المخطط هو إلغاء كل ما يتعلق بموضوع قانون الفساد وتلقي الرشا، وهذه هي التهم الموجهة لنتنياهو وسائر وعدد من الوزراء أيضا الحاليين. ولذلك أعتقد بأنه في حال اجتياز المرحلة الحالية من تقليص نفوذ المحكمة العليا، المرحلة التالية ستكون إلغاء قانون الرشا والفساد، ومن هنا ستأتي سينعكس هذا الأمر على نتنياهو شخصيا وعلى محاكمته التي مضى عليها سنتين، ولا زلنا في بداية الأمر، أي 40 شاهدا فقط من أصل 400 شاهد أدلوا بشهادتهم حتى الآن خلال السنتين الأخيرتين، أي أمامنا طريق طويل طويل. شكرا جزيلا لك شلومو غانور، الكاتب والباحث السياسي كان معنا من القدس.